نحن أمام استحالة لانتخاب رئيس جمهورية. مجهول من هو الرئيس الجديد لأنه لا معطيات للأوضاع السياسية والأوزان السياسية من هلأ لسنة. بقدر جاوبك، المجهول هو الرئيس. انفراج كلمة كتير متفائلة أمام الوضع اللبناني. سعر الصرف هو سعر مصطنع وبالتالي هو معرض للانهزاز قدام أي أزمة. المودعين وحقوقهم هي حلقة كتير صعبة بأي خطة تعافي اقتصادي. أما الاتفاق مع صندوق النقد هو مرحلة وخطوة أساسية لابد منها. التوتر القائم بجنوب لبنان سيبقى مستمراً ربما لأسابيع وربما لأشهر، ولكن أنا لا أعتقد أن اليوم الظروف مهيئة إلى حرب كبيرة قد ينغمس فيها لبنان، لأن الداخل اللبناني وتحديداً حزب الله أيضاً لا يريد الذهاب إلى حرب مدمرة. عندما تتوقف الحرب في غزة أعتقد أن هناك ترتيبات أمنية ستكون في جنوب لبنان. الكل مقتنع بأنه لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر الماضي. أنا أعتقد أن حزب الله سيقتنع بتطبيق القرار 1701، ولكن مقابل أثمان سياسية سيتقاضاها.